هذا كافي ياك. حنايا هذه مدة وحنا كنوجدوا باش نشاركوا في الشان باش نحافظوا على اللقب الثالث ديالنا. كلشي متأسف حيت ما نشاركوش في هذه البطولة، وكنا عازمين باش ناخذوا اللقب ديالنا من الجزائر، ولكن كيف كيشوف كلشي جينا حتى لهنايا واجدين، ولكن ما جاش الترخيص باش نقدروا نسافروا، والدراري كاملين مقلقين، لا مدرب لا ستاف لا كلشي. وهذه مدة وحنا كنا كنوجدوا لهذا الكومبيتيسيون، مي ما كتبش نمشيو، وان شاء الله قادم احلى ان شاء الله. كيف ما شاف الجميع حنا لاعبين مستعدين، حوالي 7 شهور ولا 6 شهور حنا كنستعدوا، حنا ديجا اوني بيان بريباري، لو ستاف كلشي موجود. سي دوماج ما جاش هاد مني جا هاد القرار شوي اللي مقلق. كنتمناو ان شاء الله يلقاو شي قرار في القريب العاجل ان شاء الله.